طلاب طلاب الشاشه شير. اي نعم شير واضحه. اوكي فنبدا المحاضره على بركه الله. طلاب المرحله الثالثه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبدا هسه بتكمله سلسله محاضرات ماده السيستم موديلنج. في هذه المحاضره راح ناخذ موضوع جديد ضمن موضوع الموديلنج، تحويل يعني المتغيرات الفيزيائيه الى صيغه رياضيه. فالصيغه اما تكون الصيغه الرياضيه بصيغه معادلات، او هنا في هذه المحاضره راح نحول المتغيرات الفيزيائيه يعني الدائره الكهربائيه او دائره السيطره، نحولها من دوائر فيزيائيه ملموسه الى صيغه بلوك دايجرام. وهذا البلوك دايجرام كل مرحله من مراحله هي تمثل المراحل العمليه للدائره الكهربائيه. فمثلا عندنا دائره كهربائيه تتالف مثلا من دائره امبليفاير، دائره كومباراتور، دائره جمع، اضافه نويز، دائره كنترولر، دائره فلتر. فهنا كل دائره فيزيائيه راح نمثلها ببلوك دايجرام ونربط هذه المراحل مع بعضها. الدائره ككل تشكل السيستم العملي اللي احنا ننفذه. فالموضوع راح يكون هو عباره عن البلوك دايجرام ومحاوله ايجاد صيغه بسيطه لتمثيل السيستم بالاستناد الى البلوك دايجرام ريدكشن. ريدكشن يعني عمليه، شلون عمليه تبسيط. عندنا مثلا معادلات رياضيه نحاول نبسطها ونخليها بابسط صيغه، هنا ايضا نفس الشيء بلوكات دايجرام مثلا موجوده، نحاول قدر الامكان انه نوجد فد صيغه بلوك دايجرام باقل عدد من المراحل ويمثل تمثيل صحيح للسيستم الفعلي. فنحاول قدر الامكان انه نصيغ فد بلوك دايجرام مراحل اقل وتمثيل حقيقي وصحيح للسيستم. فالبلوك دايجرام هو عبارة عن اختزال أو شكل صوري للفيزيكال سيستم. عندي فد سيستم دائرة كهربائية، فأحاول أنه أعوض عن هذه الدائرة وأمثلها بشكل صوري، وهذا هو يوضح الشكل الصوري، يمثل العلاقة بين يعني اللي تربط الإشارات أو المراحل اللي تمر بها الإشارة ضمن هذا السيستم. فإذا البلوك دايجرام هو عبارة عن اختزال وشكل صوري للسيستم فيزيائي، وهذا الشكل الصوري يوضح العلاقة الرياضية للسيستم واللي تربط المراحل للفيزيكال سيستم. فهذا هو يعتبر كتمثيل أو كتوضيح للبلوك دايجرام. أبسط بلوك دايجرام كما هو موضح في الشكل في أسفل السلايد هو سينجل بلوك. البلوك دايجرام بصورة عامة يتألف من إشارات، راح نمثلها ب يتألف من إشارات إدخال وإشارة إخراج وبلوك دايجرام. هذا البلوك دايجرام هو يمثل، ينطيني وصف واسم للعملية أو الإليمنت. قد يكون مثلا G of S يعني معناها transfer function، أو قد تكون عملية رياضية مثلا ضرب. إيش معناها؟ معناها X تضرب في قيمة وتحصل على Y، أو قد تمثل هي يعني فد صيغة تمثل علاقة الإدخال مع الإخراج. فهسه هنا مثلا عندنا الواي، إيش تمثل الواي؟ هي تمثل تدخل الإكس على هذا البلوك، فتمثل الواي هي دي إكس باي دي تي. قد تكون مثلا غير عملية رياضية مثلا تكامل، فقد تكون واي هي تمثل تكامل الإكس. فهنا إذن أبسط صيغة للبلوك دايجرام هو عبارة عن شكل يعني بصيغة single block with input and output.
أبسط صيغة بلوك دايجرام هو بلوك واحد بإدخال واحد وإخراج واحد. الصورة الأعقد أنه احتمال يكون عندي أكثر من بلوك، أكثر من إدخال، أكثر من إخراج. هذا المثال اللي موجود عندنا هنا هو يمثل أبسط بلوك دايجرام. الانترر of the rectangle، الصيغة اللي موجودة داخل الريكتانجل هو بالحقيقة تنطيني وصف لعملية رياضية أو وصف لمتغير معين اللي يربط بإشارة الإدخال مع إشارة الإخراج. أيضا بالإضافة للإدخال والإخراج والبلوك دايجرام والعملية اللي داخل البلوك دايجرام، من ضمن الكمبوننت اللي تمثل السمبل بلوك دايجرام أو سينجل بلوك دايجرام، عندي الأروز اللي هي الأسهم. الأسهم هي تمثل اتجاه انتقال الداتا، فهنا من خلال هذا السهم نعرف أنه الداتا تنتقل تدخل على هذا البلوك، تجري عليه عملية رياضية بالاستناد حسب نوع العملية الرياضية ونحصل على إشارة الإخراج. لو كان السهم بهذا الاتجاه عكس هذا الاتجاه لكان الإدخال راح يصير عندي الواي يدخل على هذه العملية الرياضية ونحصل الإكس، ولكن اتجاه السهم هو يمثل اتجاه انتقال الداتا من الإدخال إلى الإخراج. العمليات الرياضية اللي موجودة ضمن البلوك دايجرام قد تكون عمليات جمع، قد تكون عمليات طرح أو عمليات ضرب حسب طبيعة السيستم. إذا عندي عملية كومبارتر مقارنة بين إشارتين، إشارة مثلا فولتية معينة مع إشارة فولتية أخرى وأريد أوجد ياهو الإشارة الأكبر، معناها هنا العملية عملية طرح. فإذا من خلال البلوك دايجرام أقدر أوصف عملية جمع أو طرح الإشارات الكهربائية. عمليات الإشارات الكهربائية راح تمثل بسمول سيركل. هاي السمول سيركل هي تمثل عملية الأديشن والسبتراكشن. الأديشن يعني الجمع والسبتراكشن هي عملية الطرح. فالبلوك دايجرام اللي بشكل دائرة يسمى سامينج بوينت. إذا السامينج بوينت هو عبارة عن بلوك، وهذا البلوك إما يمثل عملية جمع أو عملية طرح لإشارات الإدخال. وإذا كان عملية جمع نخلي إشارة زائد، وإذا كان عملية طرح نخلي إشارة سالب. فهذا كل ما يتعلق بالسامينج بوينت. عدد الإدخالات اللي موجودة، يعني احتمال يكون عدد الإدخالات يكون مو إشارتين فقط، يجوز مثلا ثلاث إشارات أربع إشارات، فنجري عليها عملية الجمع. فإذا السامينج بوينت أو السامينج بوينت احتمال تكون أكثر من إدخال وإخراج بها. أوكي، الأوتبوت هو عبارة عن الجبريك سم أوف ذا إنبوت. الصم احتمال يكون جمع واحتمال يكون طرح. فإذا الإخراج هو عبارة عن العملية الجبرية لإشارات الإدخال، قد تكون عملية جمع أو قد تكون عملية طرح. أوكي، قسم من الكتب يعني ما يكتفون فقط بتمثيل السامينج بوينت بدائرة، يخلون داخلها كروس، يعني في علامة في داخل الكروس، فهي مسألة تمثيل، إما تمثلها بصيغة دائرة أو دائرة داخلها كروس. فإذا أنت كل ما تشوف دائرة وتشوف أو دائرة بداخلها يعني علامة كروس، فهذا دليل على أنه هذه العملية هي عملية سامينج بوينت، قد تكون عملية جمع أو طرح حسب الإشارات المثبتة على إدخالات السامينج بوينت. فهنا عندي مثلا هذه، عندي هنا X وهاي Y ودخلت على summing point. summing point قلنا هي دائرية، نخلي نثبت الإشارة، من نخلي هنا زائد وهنا زائد، معناها إشارة الإخراج اللي موجودة هي عبارة عن عملية جمع ال X مع ال Y. هنا إذا كانت العملية الصم هي عبارة عن عملية subtraction، هي هنا عملية addition، هي هنا عملية subtraction، فهنا راح يكون X minus Y يمثل للإخراج. أوكي، حسب الأسهم، الأسهم الداخلة هي إدخال والسهم الخارج هو يمثل الإخراج. هنا إذا كان عندي أكثر من إدخالين
اللي انا اشوف السامينج بوينت بيها ثلاث ادخالات اللي هو الاكس والواي والزد. الاخراج هو السهم الخارج، فهو يمثل عبارة عن جمع الاكس زائد الواي زائد الزد. اوكي، هنا الكومبوننت اللي موجودة بالبلوك دايجرام. كل بلوك دايجرام بصورة عامة، يعني هنا قبل ما يعني هنا هاي تشوف هنا فقط انه السامينج بوينت احتمال تكون دائرة او دائرة بها كروس، حتى يعني ما اعرج عليها قبل ان انتقل الى السلايد الاخر. هاي هنا نفس العملية اللي هنا، اما سيركل او سيركل بها كروس، فهي تمثل سامينج بوينت. الكومبوننت اللي موجودة بالبلوك دايجرام، كل بلوك دايجرام يتألف من الكومبوننت اللي هي سيجنالز اللي هي اشارات الادخال والاشارات الاخراج، ويتالف من بلوكات اللي هي هاي البلوك اللي تمثل الترانسفير فانكشن، عمليه الجمع والطرح، عمليه الضرب، عمليه يعني اي عمليه داخل البلوكات، فهي تمثل عباره عن اشارات وبلوكات بالاضافه الى السامينج جنكشن. السامينج جنكشن هي يعني السامينج بوينت، قد تكون عمليه جمع او طرح، وبالاضافه الى البيك اوف أو تيك أوف بوينت، هذه النقاط الانطلاق، يعني احتمال عندي فد إشارة معينة تتحلل إلى إشارتين فتفوت بباث يعني تو برانشز يعني إلى فرعين. فهسه راح نوضح إيش نقصد بالبيك أوف بوينت أو التيك أوف بوينت، نقاط الانطلاق. إشارة تتفرع إلى فرعين أو ثلاثة أفرع حسب طبيعة السيستم. فهنا هذا بلوك دايجرام، جنرال بلوك دايجرام. نجي هنا، كنا اول الكومبوننت اللي موجوده بالبلوك دايجرام اولا السيجنالز. السيجنال اشني؟ اشاره الادخال واشاره الاخراج. الكومبوننت الاخرى قلنا البلوكات، هي هاي البلوكات، هذا البلوك اللي موجود، هذا البلوك اللي موجود، وهذا البلوك اللي موجود. النقطه الثالثه هي السامينج جنكشن اللي هي هاي، هاي السامينج جنكشن، عمليه جمع أو طرح لإشارتين ونحصل على إشارة الإخراج. والنقطة الأخيرة اللي هي هذه النقطة يسمونها take off point. take off point الإشارة اللي دا تيجي منها تتفرع إلى فرعين، هذا الفرع الأول وهذا الفرع الثاني، فهذه تمثل نقطة انطلاق لمحورين أو لفرعين. هذا الإدخال مالتها نقطة انطلاق لفرعين، هذا الفرع وهذا الفرع، قد يكون ثلاثة فروع أو أربعة حسب طبيعة السيستم. فهذا يمثل فد simple block diagram للسيستم. واضح إلى حد هاي النقطة طلاب؟ نعم أستاذ، واضح. نعم، فهنا عندي السيجنالز مثل ما ذكرت هي إشارة الإدخال وإشارة الإخراج. البي هي بلوكس، هاي تمثل هي البلوك، والسامينج جنكشن هي هاي الدائره اللي ذكرتها هاني، والبيك اوف بوينت هاي النقطه عندي، هنا ار تتحلل الى ار ار ار، يعني هناك انما عمليه توزيع نقطه الادخال اوزعها الى ثلاثه فروع، هذا الفرع الاول والفرع الثاني والفرع الثالث، اما تسمى تيك اوف بوينت او بيك اوف بوينت. واضح؟ هنا عندنا اشاره الصمينج، هاي تمثل جمع هذه الإشارة زائد هاي الإشارة ناقص هاي الإشارة، يعني هنا عندي إشارة ماينس، فإذا C تساوي R1 زائد R2 ماينس R3، فإذا هاي تمثل صمينج جونكشن. إذا البلوك دايجرام يتألف من أربعة كومبوننت، أولا سيجنالز، ثانيا البلوك، ثالثا صمينج جونكشن، وأربعة البيك أوف بوينتس. احنا هنا اذا عندي مثلا هاي نقطه التيك اوف بوينت، الغرض من عندها ان اوردر تو هاف ذا سيم سيجنال اور فيريبل تو بي انبوت تو مور ذان ون بلوك، يعني عندي مثلا هذه اشاره الادخال اريد ادخلها الى اكثر من بلوك، فاسوي لها عمليه يعني بيك اوف بوينت، اخليها تطب بهذا البرانش
وهذا البرانش احتمال أكو بلوكات موجودة، وتدخل إلى هذا البرانش اللي هي عمليات أخرى مختلفة، وقد تدخل هنا. إذن فائدة البيك أوف بوينت أنه النقطة إشارة الإدخال هنا اللي موجودة ممكن أنه أجعلها إدخال، كانت إشارة إدخال واحدة صارت إشارة إدخال لأكثر من برانش إلى أكثر من فرع. أوكي؟ Distribute the input signal to several output. يعني هنا احتمال عندي إشارة ال، يعني عندي هنا هذه الإشارة الإدخال اللي موجودة هنا. شوف صار عندي كم إخراج، صار عندي إخراجين اللي موجودة، إشارة إدخال هنا موجودة عندي إخراجين، هنا إشارة الإدخال اللي موجودة صار عندي ثلاث إخراجات. فإذا عندي different paths to several destination. Destination يعني منطقة المآل أو المكان اللي يستقر به، تستقر به الإشارة. فأنا أشوف الإكس اللي موجودة تفرعت إلى ثلاثة إكس 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 إكس، كل فرع راح ينفذ في function معينة. أوكي؟ مثال على ذلك، مثلا عندي system مثلا إكس 3 هو عبارة عن جمع X1 و X2 مع كونستانت، الخمسة هي كونستانت، عندي هنا X1 متغير و X2 متغير وهنا عندي الخمسة. فنفترض أنه عندي المعادلة التالية، حيث X1 و X2 و X3 هي variables، بينما A1 و A2 هي قيم coefficient، خمسة هي كونستانت. فالرسم هذه المعادلة، رسم وتمثيل هذه المعادلة، إذا يجيك بالامتحان مثل هذه المعادلة الرياضية بصيغة بلوك دايجرام. مثل هذه المعادلة الرياضية بصيغة بلوك دايجرام. التمثيل مالها هو كالتالي: الـ X3 هو يمثل الإخراج، عندي عملية جمع وطرح، جمع وطرح، فعندي هذه الإشارتين أجمعهم مع بعض وعندي طرح مع الخمسة. فهنا الـ X3 تساوي AX1 زائد A2X2 ناقص 5 يمثل لي الـ X3. فإذا هذا هو تمثيل المعادلة الرياضية، تمثيل المعادلة الرياضية بصيغة بلوك دايجرامز. واضح؟ فهنا أيضا هذه AX إذا أريد أحصلها أقدر أنه أنزل إلى low level language، إلى يعني كأنما مستوى أدنى. فهذه حاصل ضرب إشارتين، هنا إشارة واحدة، هنا عندي إشارتين. هذه منين إجت بالحقيقة؟ من حاصل ضرب X1 اللي هو الفاريبل في الفونكشن اللي موجودة هنا. هنا فونكشن هي في قيمة معينة، فإن كأنما عندي قيمة gain، قد يكون مثلا عملية ضرب، قد يكون عملية تكامل، أو قد يكون عملية مثلا اشتقاق. هنا عملية ضرب، فهنا X1 تنضرب في X1 في A1 نحصل على الإخراج اللي هو A1 X1. نفس الشيء بالنسبة لـ A2 X2، هنا مجرد راح يصير X2 وهنا قيمة A2، هاي القيمة تدخل مباشرة. أوكي؟ فهنا شوف نفس المثال، إذا أريد أمثله بصيغة بلوك دايجرام بلو ليفل لانجوج بمستوى أدنى أو تفصيلي أكثر، راح يكون X1 في A1 راح أحصل AX1، X2 في A2 أحصل AX2، وخمسة تدخل مباشرة. هنا نجري عملية الجمع بين A1 X1 مع A2 X2، A1 X1 مع A2 X2، عملية جمع وطرح خمسة يمثل لي X3. واضح؟ واضح. بصورة عامة إذا أريد نأخذ معادلة رياضية جنرال تتألف من N من الكومبوننت مثل A1X1 X2 A2X2 A3X3 A4X4 AN ناقص واحد في XN. لازم شوف الأوردر ماله هنا أقل من هذا الأوردر. إذا كانت هذه ثلاثة لازم يكون هنا عندي واحد واثنين فقط. إذا كان هنا الان أربعة لازم عندي هذه X4، لازم هنا موجود عندي X1 و X2 X3.
فالرسم مال هذه المعادلة الرياضية بصورة عامة هيكون بهذه الصيغة A1X1 A2X2 ونزولاً A3X3 A4X4 A5X5 ونزولاً إلى XN ناقص واحد في AN ناقص واحد الكلهم أجمعهم مع بعض وأحصل على XN. هذه معادلة جنرال. هنا التوبولوجي الطرق. We will now examine some common topologies for interconnecting subsystems and derive the single transfer function representing for each of them. هنا شو أقصد بهاي العبارة؟ إنه هنا راح نجري بعض العمليات وعمليات الرياضية واللي هي بعض الطرق من أجل تبسيط البلوك دايجرام واختزاله إلى أقل عدد ممكن من البلوكات. يعني مثلا عندي أكثر من بلوك راح أحاول قدر الإمكان أنه أختزل عدد البلوكات إلى أقل ما يمكن مع الحفاظ على التمثيل الحقيقي. ما يصير أنا مثلا ألغي بلوكات بس من أجل أنه أقلل عدد البلوكات ويصير خلل عندي بالسيستم. لازم يكون تمثيل حقيقي وبأقل عدد ممكن من البلوكات. هذه التوبولوجيز هذه الاستراتيجيات راح تطبق بصورة عامة من أجل تقليل reducing more complicated system. يعني مكان ما أتعامل مع سيستم يتألف من 10 بلوكات أتعامل مع سيستم يتألف مثلا من بلوكين 3، فعملية المتابعة تكون أسهل وعملية يعني تحليل السيستم تكون أسهل. أما إذا كان عندي سيستم يتألف من 10 بلوكات راح يتيها الطالب من يتبع الإشارة، تدخل الإشارة هنا تروح إلى هاي المرحلة من هاي المرحلة اللي بعدها وهكذا، فهنا راح يصير السيستم معقد. فنحاول قدر الإمكان أنه باستخدام طرق وأساليب معينة من أجل تقليل التعقيد للسيستم والخروج بصيغة بسيطة للتمثيل السيستم. أول طريقة من طرق يعني طرق السيمبليفيكيشن أو الطرق المعتمدة في عملية تبسيط البلوك دايجرام اللي هي كاسكيدد. كاسكيدد نقصد بها سيريز كونكشن. عندي أكثر من بلوك مربوطين على التوالي. يعني عندي مثلا مرحلة G1 بعدها مباشرة G2 بعدها مباشرة G3، فأحاول قدر الإمكان أنه أستفاد من هذه الخاصية وأوجد بلوك واحد يمثل كل هذه المتغيرات. يعني المراحل كلها. أما كان ما أذكر أنه مرحلة تتألف من G1 بعد G2 بعد G3 أجي أقول كل هذه المراحل أعوضها عنها بمرحلة واحدة سميها مثلا G، ولكن هي G إيش تمثل؟ هي حاصل ضرب G1 في G2 في G3. يعني إذا عندي مثلا دائرة كهربائية أو إشارة كهربائية وهذه الإشارة ضعيفة أدخلها إلى مرحلة أمبليفاير اللي هو Gain. الجين الكسب مالته مثلا 2، عندي هنا G1 يمثل مثلا اول مرحله من مراحل الكسب اللي هو 2، بعدها شفنا الاشاره انه هي ضعيفه ادخلها الى مرحله اخرى اللي هي G2، G2 ايضا تمثل مرحله كسب، قد تكون مثلا G2 تمثل 3، بعدها شفنا الاشاره ضعيفه ادخلها الى مرحله تكبير اخرى ولتكن مثلا 5 G3، فهنا معناه الاشاره دخلت الى 3 مراحل تكبير 2 و3 و5. فمكان ما أذكر 2 وبعدها 3 وبعدها 5 أجي أضربهم مع بعضهم 2 في 3 في 5 2 في 3 6 في 5 30، فأستعيض عنها ببلوك واحد أسميه جي وجي قيمته 30. فمكان ما أذكر أنه 2 3 5 أستعيض عن هذول البلوكات كلهم وأعوض عنه جي واحدة فقط اللي هي حاصل ضرب G1 وG2 وG3. فهذا هو عملية السيريز كونكشن. مثال على ذلك، عندي مثلا هذه G1، عندي فد إشارة إيرور مثلا معينة أدخلها على مرحلة جي اللي هي قد تكون ترانسفير فونكشن أو قد تكون قيمة دي سي. أوكي، فتدخل فهنا راح يصير إيش عندي؟ راح يصير عندي إشارة إخراج المرحلة الأولى يمثل M، يدخل على مرحلة
جي 2 واحصل على سي. فبالامكان انه استعيض عن هذا السيكونس انه ادخل الاشاره الى مرحله واخراج هذه المرحله يدخل الى مرحله اخرى واحصل على الاخراج النهائي. بالامكان انه بما انه هذول مربوطين على التوالي فبالامكان انه استعيض عنهم هذول البلوكات اثنيناتهم ببلوك واحد اللي هو حاصل ضربهم جي 1 في جي 2. فهنا راح يصير عندي الادخال العام هو اي والاخراج العام هو سي، والمراحل التكبير النهائية للسيستم هو عبارة عن حاصل ضرب جي 1 في جي 2. فإذا راح يكون بهذا الصيغة. شوف هنا استعاضيت عن بلوكين ببلوك واحد مع الحفاظ على القيمة. هسه هنا ام اش تمثل اي في جي 1، سي اش تمثل ام في جي 2. اشيل الام اخلي بمكانه اي جي 1، فراح يصير اي جي 1 جي 2 اللي هي هنا راح يصير ايضا نفس الشيء، سي تساوي اي جي 1 جي 2. بصوره عامه جنرال انه عمليه الضرب الجين هي عمليه ابداليه. شلون عمليه الضرب؟ 5 في 6 هي نفسها 6 في 5. فبالامكان انه اذكر هنا جي 2 في جي 1 او جي 1 في جي 2، يعني عمليه الضرب عمليه ابداليه. ولهذا شوف هنا كتب جي اي جي هو نفسه جي جي اي، يعني كانما اذا كانت الاي تساوي واحد وهذه الجي تساوي اثنين، فاذا جي واحد جي اثنين هو نفسه جي 2 جي 1 فور اني فاليو اوف اي وجي. واضح الى حد هنا؟ نعم دكتور واضح ان شاء الله. نجي على التوبولوجي الثانيه او الصيغه الثانيه، صيغه التبسيط الثانيه اللي هي كاسكيدد فورم. كاسكيدد فورم يعني كانما هي عمليه شلون يعني ضرب اكثر من قيمه فوق قيمه معينه. يعني هنا شوف ايش عندي مثلا هنا ار في جي 1، هنا راح يصير ار جي 1، تدخل على جي 2 راح هذا ينضرب هنا بهذه الصيغه، وهذه القيمة أيضا تدخل هنا فنحصل على القيمة النهائية. هنا عملية cascaded subsystems، يعني أجمع هنا أصلا عندي system مع system مع system أجمعهم مع بعض وأحصل على cascaded. فهنا عندي الـ A هو cascaded، هنا الـ B هو يمثل الـ equivalent أو الـ transfer function النهائية للسيستم. شوف هنا الادخال مالتي ايش هو؟ ار، والاخراج النهائي هو سي. هذا الباث اللي دا يمشي منه لحد هنا، هذا يتالف من 3 بلوكس. بالامكان انه اوجد بلوك واحد يمثل البلوكات الثلاثه. فاذا الفيجر الاي ايش يمثل؟ كاسكيدد سب سيستمز، وهنا الاكوفلنت ترانسفير فانكشن. فالاكوفلنت ترانسفير فانكشن هو عباره عن حاصل ضرب جي 1 في جي 2 في جي 3. اوكي، فهنا راح يصير جي اكوفلنت، اي اجت من كلمه اكوفلنت يعني القيمه النهائيه المكافئه، فيساوي جي 1 جي 2 جي 3. قد يكون اضربهم أخلينا G1 G2 G3 أو G3 G2 G1، عملية الضرب هي عملية إبدالية. Parallel connection، احنا أخذنا أول شيء أخذنا يعني حالة السيريز اللي هي عملية الضرب. هسه نجي عملية البارالل. بارالل يعني مربوطات على التوازي. فهنا أصير عملية جمع أو طرح حسب البلوك دايجرام. فهنا عندي مثلا تو سب سيستمز، هذا السب سيستم الاول وهذا السيستم الفرعي الثاني، هذا السيستم الفرعي. فهنا سي بالحقيقه هو عباره عن ار جي 1 زائد ار جي 2. فبالامكان انه استعيض عن هذا السيستم المعقد ببلوك دايجرام واحد اللي هو جي 1 زائد جي 2، فيصير عندي الادخال هو ار والفانكشن للبلوك هي جي 1 زائد جي 2. اذا كان السيستم يتالف من اكثر من برانش، يعني هذا السيستم يتالف من تو برانشز، هذا البرانش الاول هذا البرانش الثاني، احتمال هذه الصمنج جنكشن تتالف من 3 4 5 6 10 حسب طبيعه السيستم. فهنا عندي مثلا السيستم يتالف من 3، فهنا راح يصير عندي اكس 1 اللي هو اخراج هذا البرانش يساوي ار جي 1.
X2 R G2 X3 R G3 نجمعهم كلهم مع بعض وحصل على الإخراج اللي هو C. فإذا G1 زائد G2 زائد G3 في R لأنه مشترك بيناتهم الR هو بالحقيقة هو G1 R1 G1 R زائد G2 R زائد G3 R نطلع الR عامل مشترك فيصير G1 زائد G2 زائد G3 مع الحفاظ على الإشارات. شاكو إشارات هنا موجودة نزلها، إذا كانت موجبة خليناها موجبة، إذا كانت سالبة خليه سالبة. فبالإمكان أنه هذا الشكل المعقد بالإمكان أنه نستعيض عنه ببلوك واحد اللي هو بهذه الصيغة. فإذا الأي البلوك دايجرام الأي هو يمثل parallel subsystems والبي هو يمثل equivalent transfer function. فالequivalent transfer function هو هاي القيمة هنا موجودة C تساوي R في هاي القيمة. الترانسفير function هو الإخراج على الإدخال. فإذا C على R يساوي هذه القيمة. أوكي هذه هي الترانسفير function. ترانسفير function G E حاصل هو عبارة عن C على R. أوكي الترانسفير فانكشن وحاصل هي تمثل هنا جي اي، اقدر اخليها هنا جي اي. الجي اي وتمثل ترانسفير فانكشن الاخراج على الادخال. عندنا النوع الثالث من التوبولوجي الثالث اللي ممكن انه يفيدنا في تبسيط البلوك دايجرام. النوع الثالث هو فيدباك كونكشن. يعني احنا عندنا ثلاث طرق ممكن أنه تفيدنا في تبسيط البلوك دايجرام. أول طريقة قلنا هي طريقة السيريز كونكشن، والثاني هو البارالل كونكشن، الثالث هو الفيدباك. الفيدباك البلوك دايجرام والصيغة مالته بهذا الشكل، هذا الفيدباك. بالإمكان أنه أستعيض عن هذا الفيدباك كله ببلوك واحد. تعرفون الترانسفير فونكشن مال هذا أش يساوي؟ الترانسفير فونكشن اللي هو C على R تساوي G1 على 1 زائد G1 في G2. فهذا بالإمكان أنه السيستم طبعا هنا عندي فيدباك، هاي النقطة يسمونها نقطة بيك أوف بوينت، نقطة انطلاق. الإدخال الإخراج اللي دا يطلع من السي يتفرع إلى فرعين، هذا الفرع الأول وهذا الفرع الثاني. فهنا دا يجي الإخراج دا يرجع للإدخال، فإذا دا يصير عندي فيدباك، والفيدباك يكون على نوعين، إما نيجاتيف فيدباك أو بوزيتيف فيدباك. النيجاتيف فيدباك يستفاد من عنده في تحسين الأداء، يقلل الإرر. البوزيتيف فيدباك عملية accumulation، عملية تكبير، تكبير لإشارة الإخراج. هنا لا، النيجاتيف فيدباك الغرض منه هو تحسين إشارة السيستم أو إشارة النظام أو أداء النظام. فبالنسبة لهذا السيستم هذا يعتبر نيجاتيف فيدباك. ليش؟ لأنه إشارة summing point هنا اللي موجودة هي سالب. فإذا the system is said to have negative feedback. هذا السيستم نسميه negative feedback if إذا the sign of the summing الإشارة بالsumming point junction هي negative. أما إذا كانت الإشارة بالjunction summing junction موجبة فراح نسميه positive feedback. إذا the positive feedback if the sign is positive، إذا كانت هذه الإشارة موجبة فيعتبر positive feedback، أما إذا كانت سالبة فنيجاتيف فيدباك. هذا كله يسمونه فيدباك كونكشن. بالإمكان أنه أستعيض عنه ببلوك واحد مثل ما ذكرت، والبلوك واحد هو يكون بهذه الصيغة. البلوك هو بهذه الصيغة G على واحد زائد ناقص G في H. يعني مثلا عندي فد سيستم بهذه الصيغة. أوكي سيستم، أولا الشيء اللي أنا أجريه عندي هذا السيستم عملي، هذا البلانت اللي هو قد يكون هنا دي سي موتور أو روبوت أو أي سيستم أجي أطبق عليه نظام سيطرة، وهذا الكنترولر إشارة الكنترولر هي تأثر. نجي ناخذ إشارة الإخراج وندخلها على ترانسفير فونكشن، قد يكون هنا سنسر يتحسس إشارة الإخراج ويقارنها مع إشارة الإدخال اللي إحنا نريدها. يعني مثلا أنا عندي مثلا أريد أحرك جسم مثلا بسرعة 5 دورة بالثانية مثلا، فهنا راح يكون الإدخال مالتي 5 دورة بالثانية. الإخراج مال السيستم نستخدم سنسر يتحسس السرعة، هذه المرحلة هي عبارة عن سنسر يتحسس سرعة الجسم
وتطلع الإشارة، قد يكون مثلا سرعة 2 دورة بالثانية، هي أنا عندي 5 دورة بالثانية يطرحهم مع بعض يحصل على الإيرور، الإيرور يساوي 5 - 2 يطلع 3 يدخل على الكنترولر، الكنترولر يغير القيم مالته، ينطي قيمة مختلفة لأن قيم جين الكنترولر يعتمد على الإيرور. فهنا حسب الإيرور راح تتغير التأثير الكنترولر يأثر على البلانت، وهكذا تستمر تتغير السرعة مالت البلانت وتستمر إلى أن حصل على الإيرور يساوي 0، وإشارة الإخراج هي نفس إشارة الإدخال. هذا فيدباك كونكشن. الفيدباك كونكشن مكان ما استخدم هذا السيستم كله معقد. اولا G1 G2 في G3 هذول سيريز مضروبين مع بعض، اعوض عنهم بجي، فاذا G2 في G3 اعوض عنها G، و H1 في H2 اجي اعوض عنها ب H. اوكي، هنا الاشاره هذه R في G1، هنا الإشارة ناعها تصير R في G1. هذا الفيدباك كله، هذا إذا أريد أستخدم طريقة التحليل الرياضي، الترانسفير فونكشن اللي هو إشارة الإخراج إلى إشارة الإدخال راح تكون عبارة عن G على 1 + G H2. شوف هنا من يكون الإشارة هنا سالبة، هنا تطلع عندي إشارة موجبة بالمقام. إذا كانت هنا الإشارة موجبة هنا تطلع لي سالبة. شوف هنا سالب موجب، هنا موجب سالب، يعني عكسها. إذا كان عندي نيجاتيف فيدباك، يعني هنا إشارة سالبة نيجاتيف فيدباك، تطلع لي هنا إشارة موجبة. وإذا كان عندي بوزيتيف فيدباك، يعني هنا عندي علامة زائد، هنا يطلع لي هنا سالب. فإذا استعاضيت عن هذا البلوك دايجرام كله ببلوك واحد، واضح؟ فإذا الأي أشي يمثل فيدباك كنترول سيستم سيمبليفايد، بسطنا هذا خلينا هذا. والسي هو يمثل الإكويفلنت المكافئة، الترانسفير فونكشن المكافئة للسيستم الأصلي، واضح؟ عندكم سؤال استفسار؟ مفروض لا دكتور. نعم. أنا يعني الإكوفلنت هو G على 1 + G في H، هي نفس هاي المعادلة. الكاركترستيك إكويجن، الكاركترستيك إكويجن هي يعني مهمة، من خلالها نقدر نعرف مواصفات السيستم، هل هو مستقر وغير مستقر. الكاركتريستيك إيكويجن ناخذها من الترانسفير فونكشن. عندي هذا السيستم مثلا الجنرال، هذا مثلا السيستم عندي، الترانسفير فونكشن مالته اللي هو فيدباك كونكشن، الترانسفير فونكشن مالته هي هاي. فأريد هذا السيستم، طبعا هنا الجي هو عبارة عن هذا مثل البلانت، فأريد أعرف أنه هذا السيستم اللي أطبقت عليه كنترولر هل هو مستقر أو غير مستقر، هل الأداء مالته مقبول أو غير مقبول. شلون نعرفه؟ نجري عملية الاختبار بالاعتماد على الترانسفير فونكشن، الكاركتريستيك إيكويجن. الكاركتريستيك إيكويجن نأخذها من الترانسفير فونكشن، مقام الترانسفير فونكشن هو يمثل الكاركتريستيك إيكويجن. من خلال هذه المعادلة أقدر أعرف أنه السيستم هو في حالة استقرار أو في حالة لا استقرار، من خلال لأنه هذه مثلا معادلة كانت من الدرجة الثانية، فيفترض أنه المقام اللي موجود هنا الصيغة العامة تعرفوها S تربيع زائد 2 زيتا أوميجا N في S زائد أوميجا N تربيع. فمن خلالها أطلع قيمة الزيتا أو أطلع البولز للمقام. مثلا هاي المعادلة اللي بالمقام موجودة هي مثلا إذا كان السيستم من الدرجة الثانية، فيفترض أني عندي مثلاً S تربيع زائد A S زائد B، أوجد البولز للسيستم. إذا كانت البول في جهة اليسار معناها السيستم هو مستقر، وإذا كانت في جهة اليمين السيستم غير مستقر. ومن خلال الزيتا أيضاً بالإمكان أنه أعرف الدامبينج للسيستم من خلال قيمة إذا كان مثلاً من 0 إلى 1 أندر دام، إذا كان مثلاً قيمة الزيتا تساوي 0 يعني أندام يعني. فأنت هذه الأمور من خلال الزيتا تقدر تخمن أنه
نوع الدامبينج للسيستم وايضا حاله الاستقرار للسيستم. فالكاركترستيك ايكويشن للسيستم هي عباره عن مقام الترانسفير فانكشن. مقام الترانسفير فانكشن ذا دي نومينيتور المقام اوف ذا كلوز لوب ترانسفير فانكشن ديتيرماينز ذا كاركترستيك ايكويشن اللي هي هاي. فاذا الكاركترستيك ايكويشن هي مقام الترانسفير فانكشن. واضح؟ نجي الكانونيكال فورم. الكانونيكال فورم فد صيغه معينه للفيدباك كنترول سيستم. هي اكو مثلا اوبزرفبل فورم، اكو كانونيكال فورم. فالكانونيكال فورم مثلا اوف فيدباك كنترول سيستم بهذه الصيغه. عندي هذا هو فيدباك كنترول سيستم. هنا عندي فد مسميات وتعاريف يفترض انه يعني المهندس السيطره يعني يعرفها. على سبيل المثال الجي هي بالحقيقه تمثل البلانت مضروب في الكنترولر. الجي هي تمثل البلانت مضروب في الكنترولر. فهذه تمثل الفورورد او الدايركت ترانسفير فانكشن. الجي تمثل الفورورد. فورورد يعني بالاتجاه الامامي. الاتجاه الامامي كنا نعرف انه هذا هو يمثل الاتجاه الخلفي او المنعكس. هذا الاتجاه الامامي. الاشاره تمشي بهذا الاتجاه تدخل على هاي المرحله بما انه بنفس اتجاه الاشاره من الادخال الى الاخراج. اذا هذا يعتبر امامي. اذا فورورد ترانسفير فانكشن. اذا الجي تمثل الفورورد ترانسفير فانكشن بينما الاتش هي عكس اتجاه سير الاشاره. الاشاره تمشي من الادخال الى الاخراج بهذا من اليسار الى اليمين بينما الاتش من اليمين الى اليسار ولهذا تسمى فيدباك ترانسفير فانكشن. حاصل ضرب جي في اتش يسمى open loop transfer function. ضرب G في ال H هو يمثل لل open loop transfer function. C على R C على R هو يمثل لل close loop. الإدخال الكلي والإخراج الكلي يمثل ال close loop transfer function أو يسمى ال control ratio ويساوي G على 1 زائد ناقص GH حسب إشارتنا. عندي هنا إذا كانت هذه سالبة عندي هنا تطلع لي موجبة وإذا كان هنا عندي موجب يطلع لي هنا سالب. أيضا C على E على R E على R هذا يتعلق بالإرر. فإذا هذا يمثل إرر ريشيو. المعادلة الإرر ريشيو الإخراج هو الإرر والإدخال هو R يساوي 1 زائد GH. شوف الاختلاف بين C على R وال E على R يعني الكنترول ريشيو والإرر ريشيو نفس الشيء فقط هنا عندي بالبسط موجود عندي الجي اللي هو الفورورد ترانسفير فانكشن. بي على ار اللي هو الفيدباك راح يصير برايمري فيدباك ريشيو. بي هي لها علاقه بالفيدباك فيتمثل بي على ار تساوي جي اتش على 1 زائد ناقص جي اتش. فالسيستم مثل ما ذكرت هو السيستم اذا كان نيجاتيف فيدباك فالاشاره الجنكشن تكون نيجاتيف واذا كان السيستم بوزيتيف فيدباك تكون الاشاره موجبه. بصوره عامه هذا هو نفس الكلام اللي ذكر بس هنا راح اذكر معادلات. هذا هو فيدباك كانونيكال فورم. كانونيكال فورم اوف فيدباك كنترول سيستم. فهنا عندي الاوبن لوب سيستم هو شنو حاصل ضرب الجي في الاتش. الاوبن لوب هو حاصل ضرب الجي في الاتش. الكلوز لوب هو C على R. نشوف هنا الأوبن لوب ترانسفير فانكشن هو حاصل ضرب G في H. الفورورد هو فقط G. أوكي الG هو إيش يمثل الإخراج على الE. الإخراج على الE واضح. الأوبن لوب ترانسفير فانكشن هذا يساوي B على E. بس إذا نأخذ هذا اللوب الإدخال هو E والإخراج هو B اللي هو يمثل الأوبن لوب ترانسفير فانكشن. الكنترول ريشيو هو الفيدباك يعني C على R والنتيجة تساوي G. هنا سالب
بما أنه هنا عندي سالب فإذا صارت هنا موجب مثل ما ذكرت. لو كان هنا عندي موجب صير هنا سالب. فإذا الكنترول ريشيو هاي المعادلة، الفيدباك ريشيو بي على ار هاي المعادلة مالتها، الإرر ريشيو اللي هو الإي على الآر هاي المعادلة. طبعاً اشتقاق ما أنا موجود يفترض تعرفون الاشتقاق، كل حالة من الحالات بها اشتقاق، والاشتقاق يفترض أنه ماخذيه يعني. الكنترول ريشيو كلوز لوب كنترول هي نفس هاي، كنترول ريشيو هو نفسه كلوز لوب ترانسفير فانكشن، سي على آر تساوي جي على واحد زائد جي اتش. كاركترستيك إكويجن هو مثل ما ذكرت هو مقام الترانسفير فانكشن، هاي الترانسفير فانكشن وهاي المقام مالته. واضح؟ سي على ار هو كلوز لوب ترانسفير فانكشن بهذه الصيغه. الكاركترستيك إكويجن اما يمثل المقام او حاصل جمع او طرح الدينومينيتر والنومينيتر للجي في الاتش. الترانسفير فانكشن ناخذها بصوره عامه اما من مقام الترانسفير فانكشن او من الدينومينيتر زائد النومينيتر لحاصل ضرب الجي في الاتش. هسه هنا الجي في الاتش بها نومينيتر ودينومينيتر، ان نوحد المقامات ترجع نفس الحاله، ترجع ايضا واحد زائد جي في الاتش. فاسهل لكم الكاركترستيك إكويجن هي مقام الترانسفير فانكشن، لا تستخدمون هذه المعادلة، هي نفسها تؤدي نفس النتيجة، ولكن الأكثر تداولا وأكثر استخداما هي مقام الترانسفير فانكشن، هي تمثل الكاركترستيك إكويجن. يونيتي فيدباك، أنا عندي يونيتي فيدباك سيستم، من الاسم مالته أنه الفيدباك قيمته واحد، بينما بالسيستم اللي قبله الفيدباك أشد قيمته مثل الترانسفير فانكشن H، قد تكون الـ H أي قيمة، قد تكون مثلا بدلالة الـ S للدرجة الثانية، للدرجة الأولى قد تكون قيمة 1 2 3 10 قيمة، يعني قيمتها ما نعرفها. بس إذا قال يونيتي فيدباك معناه هذا الفيدباك اللي يجي قيمته الفيدباك قيمته واحد، من الاسم ماله يونيتي فيدباك معناها الإخراج اللي موجود عندي هنا واحد. بالإمكان أنه أخلي بلوك وأخلي بداخله واحد أو بدون هذا الشيء، مكان إما أخلي هنا بلوك نفس هذا البلوك بس بمكان الجي أخلي واحد وأجي أخلي هنا، فاليونيتي فيدباك هو هذه الصيغة مالته. أوكي، هذا هو يمثل اليونيتي فيدباك، حيث الـ H لو كان عندي هنا H، الـ H شو قيمته؟ تساوي واحد. هذا اللي ترانسفير فانكشن مثلا عندي هذا السيستم، هذا السيستم هو يعني مو يونيتي فيدباك، بالامكان انه احوله الى يونيتي فيدباك، اكتبه بغير صيغه بدلاله يونيتي فيدباك، راح اجري هذا التغيير، احول الاتش هنا واقسمها على واحد، النتيجه راح تكون بها يونيتي فيدباك مضروب في واحد على H. الترانسفير فانكشن لهذا السيستم C على R هي نفس الترانسفير فانكشن لهذا السيستم اللي هو C على R، يعني المعادلة الرياضية اللي تحصلها منها حتما تكون نفس المعادلة الرياضية اللي تحصلها من هذا، ولكن هنا ايش سوينا؟ انه حولنا السيستم بدلالة اليونيتي فيدباك مضروب في جيم اللي هو واحد على H. نجي على الريدكشن تكنيك، يعني احنا عندنا البلوك دايجرام، هذا البلوك دايجرام معقد يتالف من عده بلوكات، احاول انه اقلل عدد البلوكات الى اقل ما يمكن واوجد الترانسفير فانكشن لهذا السيستم. تذكرون بالمحاضرات السابقه دائره كهربائيه، احاول انه اوجد الترانسفير فانكشن لهذا السيستم عن طريق المعادله الرياضيه. في بعض الحالات ينطيك السيستم بصيغه بلوكات فيقول لك اوجد لي ترانسفير فانكشن، فهنا شوف السؤال الى شقين،
إما أوجد الترانسفير فانكشن عن طريق المعادلة أو السيستم الأصلي اللي هو بدلالة المقاومة والمحاثة والمتسعة، وأوجد مثل المحاضرات اللي بالبداية أخذناها، أو بالإمكان أنه أوجدها عن طريق عمل ريدكشن. عندي بلوك دايجرام معقد، أوجد الترانسفير فانكشن للسيستم ككل. المكان ما هو يتألف من 10 بلوكات، أجي أوجد بلوك واحد اللي هو ترانسفير فانكشن. فالتكنيك المستخدم في تبسيط أو عمل ريدكشن، عملية تخفيض أو تقليل عدد البلوكات، هي كالتالي. التقنيات المستخدمة في عملية التقليل هي كالتالي: أولاً عملية الكومبايننج بلوكس إن كاسكيدد. كاسكيدد يعني على شكل مراحل متتالية. فإذا الكومبوننت اللي مربوطة واحدة تلي الثانية، ممكن أنه يعني أعمل لها ريدكشن عن طريق إجراء عملية الضرب. إذن عملية الكومبايننج يعني عملية دمج، أدمج الاثنين. في هنا إيش عندي؟ عندي هنا G1 G2، مكان مثلا مال G1 G2 أستخدم هذا البلوك. فإذن البلوكين سويت لهم ريدكشن، تخفيض أو تقليل أو تقليل إلى بلوك واحد، وقيمته هو حاصل ضربهم G1 في G2. هنا أيضا إذا كان عندي الناس البلوكات مربوطات على التوالي سيريز، لو كان البلوكات مربوطات على التوازي، فالعملية ايش تصير؟ G1 زائد G2. اوكي، نعم. فهنا راح يصير عندي بهاي الحالة هذا الإدخال وهذا الإخراج بمكان ما عندي. شوف كم كومبوننت، كم بلوك عندي؟ هذا البلوك الأول وهذا البلوك الثاني والصم، ثلاث بلوكات شلتهم خليت مكانهم بلوك واحد. واضح؟ فهذه هي عملية الريدكشن، عملية الكومبايننج ان بارالل وكومبايننج ان سيريز كاسكيدد. التكنيك الثالث في عمليات تبسيط وتقليل عدد البلوكات هو moving of summing point behind a block، يعني أحرك summing point خلف البلوك. عندي هاي summing point أحركها خلف البلوك لغرض التبسيط، وراح تلاحظون أهمية هذه الحركة. هاي الحركة مهمة جدا، راح تبسط لنا عمليات إيجاد ترانسفير فانكشن مبسطة وسهلة للسيستم. فهنا إذا كان سيستم عندي بهذه الصيغة، أحول الصمت بوينت خلف البلوك، فراح يكون بهذه الصيغة. شوف هنا الإدخال اللي موجود هنا إيش عندي، الإخراج اللي موجود هو عبارة عن هذا ناقص هذا مضروب في جي. من تتحول الجي هنا لازم أيضا أحول هنا حتى يصير عندي الإدخال مضروب في جي، والفيدباك ايضا مضروب في جي. اجمعهم، اخذ العمليه الاشارات بنظر الاعتبار، واحصل على الاخراج. هذا الشكل هو مناظر لهذا الشكل، والدليل على ذلك الاخراج هنا ايش يساوي؟ لو كان عندي هنا x1 وهنا عندي x2، راح يصير y يساوي x1 ناقص x2 في جي، x1 ناقص X2 في جي. هنا نفس الشيء راح يصير X1 في جي ناقص X2 في جي. أطلع الجي عامل مشترك، راح يصير جي في X1 ناقص X2 اللي هو نفس هذا. فإذا هذه الدائرة هي نفس هذه الدائرة، والغرض من عندها هو عملية التبسيط. زين، ثاني حول الصمينج بوينت قبل البلوك. هناك كان التحويل بعد البلوك، قد الضرورة والإجراء المطلوب من عندي أنه لغرض التبسيط أنه أحرك الصمينج بوينت قبل البلوك، يعني حسب
طبيعة السيستم. قد يتطلب تبسيط السيستم أنه أحرك السامينج بوينت إلى قبل، أو قد يحتاج أن أحولها إلى بعد البلوك. هنا هسه تحويل إلى قبل، فراح يكون هذه الدائرة إذا أحولها إلى قبل الجي، شوف صارت السامينج بوينت قبل الجي، هنا راح أضرب أقسم على واحد على جي حتى ما تأثر على النظام الأصلي. النظام اللي موجود هنا عندي هذا البرانش اللي هو سالب يخرج على الإخراج بدون أي جين. هنا صارت الجين على الطريق، هذا الإخراج السليم يجي منه، لو كان بدون هذا راح يجي منه ينضرب في جي، فأضرب في واحد على جي حتى من يجي يتقسم ينضرب واحد على جي في جي يختصر، فيبقى هذا الفرع بدون كسب. شوف هذا الفرع بدون كسب بدون جين، بينما هذا الفرع اللي دا يجي منه ينضرب في جين ويطلع بالإخراج، بينما هذا الفرع بدون جين مباشرة يظهر على الإخراج. هسه هنا هذا الفرع ينضرب في واحد على جي ويرجع ينضرب في جي، تختصر الجي مع الجي فيظهر الإخراج بدون كسب. فإذا هذه الدائرة المكافئ مالها هو هذا البلوك. هسه نيجي على البيك أوف بوينت اللي هي هذه النقطة. البيك أوف بوينت قد أحركها إلى بعد، هذه البيك أوف بوينت أحركها إلى بعد الجي behind the gain أو block. فهنا عملية التحويل راح تكون بهذه الصيغة، من أجي أحولها نفس الشيء، عندي هنا هنا هذه الدائرة هذا البلوك راح يكون بهذه الصيغة، هذا متكافئ مع هذا الشكل. شوف هذا الإخراج، هذا الإخراج ما بيجين، يجي منه الإدخال ويرجع منه ويطلع بدون أن يمر بمرحلة الجين، بينما هسه شوف من يجي منه دا يمر بمرحلة الجين، فلازم أضرب في مقلوب الجين حتى يرجع واحد. شوف هنا هسه واحد ماكو أي جين، فضربت في واحد على جي حتى أحقق التكافؤ، أحقق ما يجري أي تغيير على السيستم، لازم السيستم يبقى نفس الشيء، ما يصير أني أبسط السيستم وأجري تغيير به. واضح؟ نجي النقطة الأخرى هي تحريك البيك أوف بوينت إلى قبل، تحريكها إلى قبل الجين، فراح تكون بهذه الصيغة، هذا الشكل هو مكافئ لهذا الشكل. الطالب اللي يريد يتأكد يفترض فد إشارات هنا لتكون هنا X1 وهنا مثلا Y، ويشوف هنا مثلا قد يكون هنا X2. لازم المعادلات اللي موجودة هنا نفس المعادلات اللي حصلها هنا، نفس المعادلات، هذا الإخراج لازم نفس معادلة الإخراج اللي موجودة هنا. واضح؟ فإذا هنا هذه من ضمن الفقرات المهمة في عمليات البيك، يعني إيجاد الريدكشن للكنترول سيستم. هنا إليمينيتنج فيدباك، عندي هذا السيستم أشيله كله أعوض عنه ببلوك واحد اللي هو جي على واحد ناقص زائد جي في اتش. شوف عندما تكون هنا عندي إشارة زائد يعني يصير ناقص، عندما يكون هنا ناقص يعني يصير عندي زائد، فهمت؟ يعني إذا كانت الإشارة موجبة معناها بوزيتيف فيدباك فأحصل على إشارة سالبة هنا، وإذا كانت الإشارة هنا سالبة يعني نيجاتيف فيدباك أحصل على إشارة هنا موجبة. هذا يونيتي فيدباك، يونيتي فيدباك معناها الإج إيش قد قيمتها؟ واحد. آخذ نفس المعادلة اللي موجودة بس أشيل الإج أخلي مكانها واحد أصل بهذه الصيغة. اوكي. هنا اذا كان عندي عمليه جمع متواليه او متجاوره فبالامكان انه اقدم واخر، يعني هنا مثلا عندي موجب سالب اي
وموجب سالب بي، بالإمكان أنه أحول هذه العملية الجمع، خليها قبل هذه وخلي هذه بعدها، يعني نفس الشيء، صير هنا عملية الجمع مال بي قبل أي، ونفس الشيء صير بالنسبة للأي قبل البي. فإذا عملية سواب، سواب عملية تبديل مواقع، فبعملية الجمع بالسامينج بوينت بالإمكان أنه تجري عملية التحويل بين صم وأخرى. البلوك دايجرام ملخص لكل الكلام اللي احنا قلناه، جمعته في بلوك دايجرام واحد. بالنسبة للكومبايننج ان كاسكيدد، اذا كان عندي P1 P2 راح ينضربون مع بعض راح يصير P1 P2، اذا كان هنا عندي كومبايننج بلوك ان بارالل، هذول بارالل، هذا زائد ناقص هذا ايضا راح يكون هنا عملية جمع. هنا اذا كان عندي فيدباك اعوض عنه بهذه الصيغة، أو هذه الصيغة بالإمكان أن أعوض عنها بدلالة Unity Feedback في واحد على بي، نفس الكلام اللي أنا ذكرته. يعني هنا مجرد جمعت كل الحالات وخليتها بداخل بلوك، أوكي، إعادة لنفس الكلام، أوكي، يعني نفس الشيء أيضا عملية Rearrangement، يعني عملية تبديل. شوف هنا عملية الصمينج بوينت كانت هنا اللي هي الاكس تجي وبعدين الواي تدخل هنا، هنا عملية تبديل الصمينج بوينت خلينا هاي بمكان هاي، فصارت هنا الواي وبعدين الاكس، فما عندنا مشكلة. هنا ايضا نفس الشيء بالامكان انه عملية التبديل راح تكون بهذه الصيغة. شوف انا ايش عندي الادخالات مالتي، الزد تساوي دبليو زائد X زائد Y، W زائد X تجي هنا زائد Y، بالإمكان أنه أدخلها بهذه الصيغة W X Y وأدخلهم على Z، هذه الصيغة المكافئ مالها هو هذا. أيضا هنا تحويل Summing Point أحولها مثلا إلى قبل، أحول Summing Point إلى قبل البلوك، خليها قبل البي، شوف صارت قبل البي، راح تكون قسم على واحد على بي، نفس الكلام اللي ذكرته. هنا إذا أريد أحول الصمت بوينت إلى بعد البي، بعد البلوك، أيضا نفس الكلام اللي شرحناه، بس مجرد هنا غير رموز. هنا أيضا شوف الواي أشي يساوي هاي الحالة بي في إكس، هنا البيك أوف بوينت هذه النقطة حولتها إلى قبل الجيم، قبل البلوك، حولت هذه النقطة إلى قبل البلوك، حولتها، فراح تكون بهذه الصيغة. هنا تحويل البيك أوف بوينت إلى بعد الجيم، حولتها، راح أحصل على هاي القيمة. نفس الشيء هنا عملية الجمع، وهنا أيضا عملية الجمع راح تكون بهذه الصيغة. هنا صيغ يعني مختلفة، لازم إذا تيجي تتأكد من الكلام إخراج الزيت نفس إخراج الزيت اللي موجود هنا. شو وقت ما حصلت نفس النتيجة معناها هذا الشكل هو مكافئ لهذا الشكل. تجري عملية تبديل، إضافة، تحوير، ضيف، امسح، لازم تحصل نفس المعادلة بنت الإخراج للحالتين، هذا الإخراج هو نفس هذا الإخراج، هذا الإخراج لازم معادلته نفس معادلة الإخراج هنا حتى يصير عندي تكافؤ، ما أجريت تغيير على السيستم. هنا أيضا نفس الشيء الزيت وهكذا. إذا بصورة عامة يعني خطوات عملية تقليل الكومبلكسيتي of the block diagram هي إذا كان عندي cascaded block أربطهم مع بعض، وإذا كان عندي parallel block أجمعهم أو أطرحهم مع بعض، الفيدباك ماينر فيدباك لوب، الفيدباك لوب مثلا إذا كان نيجاتيف فيدباك بوزيتيف فيدباك أحاول أنه أوجد ترانسفير فانكشن مال النيجاتيف فيدباك والبوزيتيف فيدباك وأعوض عنها بترانسفير فانكشن واحدة. قد تتطلب المسألة أنه أحرك الصمينج بوينت إما إلى الليفت أو أحركها إلى الرايت، وأيضا نفس الشيء بالنسبة
تستمر العملية. هذه الخطوات هي خطوات إيجاد الريدكشن حسب السيستم أنت تتبع. جو السيستم مثلا ما بي كاسكيدد، ما بي بلوكات واحد وراء الثاني، فتلغي هذه الفقرة الأولى. جو السيستم بي فقط بارلل، فهنا تجري عملية الجمع. يعني إذا كان عندي سيستم بي فيدباك أسوي عملية تبسيط الفيدباك وهكذا. فإذا هذه الخطوات هي جنرال، بس حسب طبيعة السؤال يجوز أنت في بعض من الأسئلة أول فقرتين ما متوفرة عندك، ما عندك لا بلوكس في حالة سيريز ولا عندك بلوكس في حالة بارلل، فتلغيها تروح على الفقرة الثالثة اللي هي عملية الفيدباك. أتحرك السامنج بوينت إلى اليمين وإلى اليسار، أتحرك البيك أوف بوينت إلى اليمين أو اليسار حسب طبيعة السؤال وما تتطلبه مقتضيات تبسيط البلوك دايجرام، وتتكرر هاي العملية إلى أن نوصل إلى ترانسفير فونكشن. يعني عندي في السيستم معقد يتألف من عدة بلوكات، أحاول أنه أوجد فد ترانسفير فونكشن للسيستم كله وأعوض عن كل هذه البلوكات ببلوك واحد فقط، أعوض عن كل البلوكات ببلوك واحد فقط. أوكي، عندي مثلا هذا المثال الأول، طلب من عندي أنه أقلل البلوك دايجرام إلى الكونونيكال فورم بصيغة الكونونيكال فورم. هذا المثال اللي موجود عندي. من خلال هذا السؤال ده تلاحظون طلاب أنه هذا جي 1 وجي 4 هذول مربوطين على التوالي، فأول خطوة شو أسوي؟ أضرب جي 1 في جي 4 وأعوض عنهم ببلوك واحد، فإذا جي 1 وجي 2 أعوض عنهم حاصل ضرب جي 1 في جي 2، فإذا هنا combining all the cascaded block، يعني ندمج كل البلوكات المتتالية، فهنا هذا مع هذا أدمجهم مع بعض أحصل على جي 4. زين، بعد ما حصلت على بلوك واحد هنا صار عندي هذا أيضا عملية بارلل، هذا مجموع مع هذا. إذن أول حالة إيش عندي؟ عندي اثنين في حالة سيريز مربوطين على التوالي، وعندي بلوكات اثنين مربوطين على التوازي، فإذن هذول أيضا بالإمكان أشيل كل هذا وأعوض عنه بجي 3 زائد جي 2. أوكي؟ جي 2 زائد جي 3، فراح يكون تعويضا بعد ما أشيل هذا وأخلي بمكانه جي 2 زائد جي 3، وأشيل هذا أخلي بمكانه جي 1 زائد جي 4، جي 1 في جي 4، راح يكون بهذه الصيغة. راح يصير عندي هنا بوزيتيف فيدباك، بوزيتيف فيدباك، فراح أحصل على هذه الترانسفير فانكشن مال هذا السيستم. البوزيتيف فيدباك راح يكون بهذه السيستم. أحرك السامنج بوينت اللي موجودة، يعني هنا وجدت الترانسفير فانكشن لكل هذا، وجدت أيضا بسطت هذا، واضح؟ صار عندي هذا البلوك وعندي هنا بلوك مضروبين أيضا مع بعض. هذا البلوك هو ترانسفير فانكشن مال كل هذا، وهذا البلوك هو حاصل جمع هذا في هذا، اضربهم مع بعض احصل على بلوك واحد يعني ككل. راح يصير عندي بلوك واحد يشمل كل هذا الجزء. شوف هذه ادمجهم مع بعض هذولا، حاصل ضربهم ينضربون احصل على هذا البلوك. هسه صار عندي نيجاتيف فيدباك اللي هو هنا عندي بوزيتيف فيدباك، هنا عندي بوزيتيف فيدباك، هنا صار عندي هسه حسب السؤال نيجاتيف فيدباك. اطبق القانون مال النيجاتيف فيدباك اللي هو هذا الترانسفير فانكشن يساوي هذا الجزء كله على واحد زائد هذا الجزء في H2، واضح؟ فإذا بهذه الحالة استعاضيت عن كلها. هسه هذا البلوك دايجرام اللي موجود أقدر أعوض عنه ببلوك واحد فقط اللي هو هذا الجي على واحد زائد جي في H2،
فإذا عوضت عن كل هذا البلوك دايجرام بلوك واحد فقط، هذه هي عملية الريدكشن. واضح؟ نتوقف إلى حد هنا. المحاضرة الجاية إن شاء الله نكمل بقية الأمثلة. حاولوا قدر الإمكان أنه تقرون المحاضرة وتحاولون تختارون فد أمثلة بسيطة وتطبقون عليها البلوك ريدكشن تكنيكس حتى توجدين الترانسفير فونكشن النهائية للسيستم. أتوقف إلى حد هذه النقطة. إذا عندكم سؤال أو استفسار بالإمكان أنه تسألون. واضح؟ تمام واضح دكتور. فإذا إذا ما عندكم سؤال أحاول أنه أخذ الحضور